العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس 16 من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ يحيى العمريضي رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء هذا محل ومبحث مرفوع الأسماء سبعة ناتي بها معلومة الأسماء من تبويبها فالفاعل اسم مطلق قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند فغلت الزيدان والزيدون كجاء زيد ويأجي أخونا وقسمه ظاهرا ومضمرا فظاهر اللفظ الذي قد ذكر والمضمر 12 نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قام قاموا وقمنا نحو صمتم عاما وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة كلم يقم إلا أنا أو أنتم كلم يقم إلا أنا أو أنتم وغير ذين بالقياس يعلم بسم الله وبعد عشر كي اللي حيات تمنى تمنية اللي حاد كتاب كي الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى ونغب الله ونبا ومرفوعات الأسماء وهل كان لغب الله هل كان لغب الله وإلى كتاب كان دمات كيس وحاون لغها لدونا أسماء أسماء ذا صدح نوع باللغها لدونا مرفوعات الأسماء وقوني أسماء ذا لقودة يتضب شيخ ويري أصل كنا سيد وكلا تضب ييري أصل كوا أجرومي إيا منصوبات الأسماء وكحجين دونا وأصل كوا يرشانية طبعا كان لك وحبوك الرهيب الدون إيا مخفوضات الأسماء والصدح مركب مرفوعات الأسماء هل كان لقبل إلى كتاب كدمات كيس أسماء مبالغها للدون مثال كفعل واسود حقلي كرا حرف واسود حقلي كرا مثال لكن باوك لقها لوا أسماء وحن كشق لبس هل كان محانكو يعني نحو ذا إن كتاب كهذا حاف وحكا بضم بعد ما أجرومي أنا باو مرفوعات الأسماء مركي اللي جو صدح ميلو ميلو الله بميل دين كبرناي هل كان وحانكو يعني نحو ذا وحي كهذا شو صدح وي اسمي يا فعل يا حرف اسمي يا أقوب بضم نحو وحي كهذا حوقو واسمي قال لي ضحي ضايب مرفوع الأسماء يا أسماء دي لقودة هي ومفرد المضاف إلى معرفة يعم مرفوعات بيكاليات مرفوع الأسماء يا أسماء دي لقودة هي سبعة تضبوي ناتي وان لا إيمان إنه شيخ يربيها سبعة داس معلومة الأسماء يا أسماء أسماء ذا ملة يقان حال أيت من تبويبها بابا انتظر لغي يقان مرفوع الأسماء يا أسماء ذا لقد هي سبعة تضب ويناتي والله إيمان إن بها سبعة داس معلومة الأسماء مقعية ذا ملة يقان حال أيت من تبويبها بابا انتظر لغي يقان أو باب كذا تكفى من دون halkan waxa la yeesiday asalka ajrumigu uu maray si ka duwan bo sheekhu maray hal way iska waafaqsan yihiin oo ajrumigu wuxuu yahay al marfuucatu sab'atu asmaada la goda waa toddoba kana marfuucul asmaa'i sab'atu laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin oo ishaara waxa ay ku kala duwan asalka ajrumiga hal hal buu tiri wuxuu yahay al marfuucatu sab'atu wa hiya al fa'il wa fa'il والمفعول الذي لم يسمى فاعله نائب فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء العطف النعت والعطف والتوكيد والبدء هل هل بوشي هل هل ما قال وايه كو حكوي لكن مغعيده واحد كو اوغان دونتا باوك
ميكاس باب كيسة باب الفاعل باب نائب باب باب كاتكو لكن أنا وما ترينا هاي سيدي أجرم قاد قرأت مرفوع الأسماء يا أسماء اللقو ذا يا سبعة تضبو ناتي والله ما ناوي بها سبعة معلومة الأسماء ما قاعد من اللي يقان حال أي تاي من تبوي بها بابا انتدن اللي يقان وباب كيكو إيمان دون مرفوع الأسماء يا أسماء اللقو ذا سبعة تضبو أسماء اللقو ذا ناتي والله ما ناوي بها سبعة معلومة الأسماء ما قاعد من اللي يقان حال أي تاي من تبوي بها بابا انتدن اللي يقان من تبوي بها بابا انتدن اللي يقان هي فالفاعل فالفاعل فاعل كي اصطلاحا لغة من أوجد الفعل ويدان قاركو وعيد فالك السميس من أوجد وعيد أهيسي سيبه الفعل فالك أو قام عليه الفعل أما فالك أخذ الدعي ما يتزيد المركي اللي يزيد بعد انت يسوق لما شاء الله ما سمعيننا لما شاء الله أخذ الدعي فالفاعل فاعل كي لغة من أوجد الفعل واصطلاحا كتاب كان نوشيغي فالفاعل فاعل كي اسم ومقع اسم الدليل فعل حرب أبحي مطلقا كلقا إسلام مطلقا تا اسمي أما صريحا نقضي من أول صريح فاعل لماذا كعدي قام زيد قام وحايز زيد زيد فاعل قام دي فاعل لماذا هو كعدي أو مؤول ولا أول يو فاعل ما كوبا عدا لكن فاعل بل هو أول يعجبني أن تضرب يعجبني وحي عجب قلنا أن تضرب إن أتقرا أن تضرب هذا فاعل كوما عدا لكن فاعل هو كورمان نقوم مركي الأول أو ما دخلت عليها في تأويل المستر والتقدير ضربك يعجبني ضربك ضربك ومؤول كاسا لك وضع فالفاعل فاعل كي اسم ومقع مطلقا كلقا إسلام صريحي مؤول يكون دوني هالنقضة صريحي مؤول قد فاعل فالفاعل فاعل كي اسم ومقع مطلقا كلقا إسلام اسمي أما صريح النقضة من مؤول اسمي أسوى قد ارتفع قدمي بفعلي فعل كي سكو قدمي والحال الفعل فعلك وقع ودعي قبله فاعلك ارتي روكي فاعل مره بتاعك اصطلاحا هو الاسم المرفوع هرت اسم ده هو الاسم قد ارتفعنا المرفوع المذكور قبله فعله ارتي سنه فعلك سال شيء قام زيد ضرب زيد عمرا جاء علي قرأ محمد الكتاب فالفاعل فاعل كي اسم مقعوي مطلقا كلقا إسلام اسمي أما صريحا نقضى فاعل وضع قعدا وجاء زيد أوكل قام محمد أوكل قرأ علي القرآن أوكل فالفاعل فاعل كي فالفاعل فاعل كي اسم مقعوي مطلقا كلقا إسلام اسمي ياسو قد ارتفع قدمي بفعل فعل كيسو كوغن اسمي ياسو قد ارتفع قدمي بفعل فعل كيسو كوغنمي بفعل كنت على ارتفع والفعل والحال وهو والحال والحال الفعل فعل كينا وقع ودعي قبله وقبل الفاعل فاعل كورتي نحو جاء زيد فالفاعل فاعل كي اسم مقعوي مطلقا كلقا إسلام فالفاعل فاعل كي اسم اسمي مقعوي مطلقا كلقا إسلام اسمي اسوى قد ارتفع قدمي بفعل فعل كي سكو قدمي والحال الفعل فعل كنا قد وقع والحال الفعل فعل كينا وقع ودعي قبله قبل الفاعل فاعل كورتي ودعي marka waxa isla soo gali faa'il horta waa marfuu marfuu aslaki marfuu bi dhamma dhahira qama zaydun marfuu bi dhamma muqaddara jaa al fata jaa al fata jaa al qadi
يا مرفوع محلا بينه مرفوع محلا وحكا وضع مبني جاء من روح بايم جاء الذي كيبايم قال الذي عنده علم من الكتاب مدو كله جاء وحي من بقصد الأفضية فاعل بعدين مبني على السكون في محل رفع قال الذي كيوحي قال فعل ماضي الذي اسمه وصول فاعل قال مبني على السكون في محل رفع كان مرفوع محلا بينه ومبني جاء من جاء فعل ماضي من عرفة الله محل من العرب من وهذه فاعل جاء جاء من ويمكت جاء وحايمتها من بايمت جوابت وحسش جاء فعل ماضي من عرفة الله محل من العرب من وهذه فاعل جاء من فاعل جاء مبني على السكون وضمير مبني على السكون في محل رفع اسم موصول بين نقطة وحيال بضم بين نقطة استفهام بين نقطة وحيال بضم بين نقطة اسم شرد بين نقطة وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند وواجب وحواجب صناعة نحو أهان في الفعل فعل كدعيس أن يجرد إلا دارتر ألف واسك ألف وحاوي وألف الإشباع مع ألف الإدراك وواجب وحواجب في الفعل فعل كدعيس أن يجرد إلا دارتر فعلك من علامة التثنية والجمع علامة التثنية هي جمع علوية كان إلا دارتر إذا قلت أسرد الله تري فعلك لجمع جمع ومثنى ومثنى فعلك فعل سيدي سبع علامة التثنية كدرت وايا وواجب وحواجب في الفعل فعل كدحيس أن يجرد إلا درتره من علامة التثنية والجمع لكدرت إذا قلت أسند الله تيري فعلك لجمع جمع الله تيري أو مثنى أو مثنى فيها فعلك مروح قاتا شيء مفرد سيدا جاء زيد شيء مفرد سيدا جاء زيد مروح قاتا مثنى جاء زيدان مروح قاتا جمع جاء زيدون وفيرسال فعلك مروح وفاعل النغض مفرد جاء زيد فعل مروح فاعل النقض مثنى جاء زيدان فعل وحا فاعل النقض جمع جاء زيدون وحوك يصدح راح كلا قاده فعل كما فاعل كيس مفرد هالنقض اما مثنى هالنقض اما جمع هالنقض فعل كأول لازم افراد جاء زيدون قام علي قام محمدان قام زيدون الزيدون امركم مثنى الله تيري فيرا اسكو ديم بو كله قام الزيدان ما دي يا قامو الزيدون ما دي كس حوكو يري فعلك فاعلك سواء مفرد هنق او مثنى اما جمع فعلك وحو لا ربا افراد علامه التثنيه كالى علامه الجمع فعلك وواجب وحواجب صناعة النحو أهم في الفعل فعلك فعلك اسم ماضي مضارع وحدونها النقضية فعلك اسم ماضي مضارع وحدونها النقضية وواجب وحواجب صناعة نحو أهم فاني عندك كيسو فعل 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 كدعيسة أن يجرد إلا دارتر فعلك من علامة التثنية والجمع لك دارتر إذا قلت أسند الله تيري فعلك لجمع جمع أو مثنى الله تيري فقل وحادا مثالك وكا أتا وحايم الزيداني الزيدان ومثنى سمر أتا لك مواسيدة علامة التثنية مره والزيدون الزيدان الكباي من كجاء وحا كقولك إلا مدينة رجاء وحاي من زيد زيد ويجي وحاي من دور أخونا ولا كان حوكو إلى هالك نوفير
وواجب وحواجب في الفعل فعل كدعيس أن يجرد إلا قدرتنا من علامة التثنية والجمع إذا قرت أسند الله تيري فعل كل جمع جمعه مثنى فقل وحادا أتا وحايمي الزيدان لبدي زيد وزيدون زيد يلك كجاء وحايمي زي كجاء وحايمي زيد و وواجب وحواجب في الفعل فعل كدحيس أن يجرد إن لقد أرتر من علامة التثنية ومن علامة الجمع إذا قرتي أسند الله تيري فعل كالجمع جمع ومثنى الله تيري فقل وحدا أتى زيدان أتى فعل ماضي مبني على فضعة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر أتى زيدان أو مثنى أيا فاعل مده كرتي أتيا أتيا ما أتى مده أتى فعل ماضي مبني على فضعة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر الزيدان فاعل أتى مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وزيدون أتى زيدون دي أتى مدهز أتى مدهز أتى فعل مفرد لماذا أداي اللازم أتى فعل ماضي من على فضعة مقدرة على آخر منع من ظهور التعذر أتى فعل ماضي من على فضعة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر أزيدون فاعل أتى مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر وسالم ونون عوض عن التوين في الاسم كجاء زيد وذلك كقولك كاف واسك كمثل كقولك جاء فعل ماضي زيد فاعل جاء مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة في الواو ويجيء فعل مضارع أخونا فاعل جاء مرفوع علامة رفع الواو أخو فاعل يجيء مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس أخو مضافنا مضاف إليه من على سكون في محل جر جاء زيد ويجي أخونا محوك وذا ومفرد فاعلك ومفرد فعلك هنا ومفرد وجاء يجي سيدي كوان سيدي نويهين هذه مثنى الله تيري وآتى زيدان هذه جمع الله تيري وآتى زيدون فعلك سيدي هاها مفرد لازم فعلك مركز مركز وحالي لغة فصيحة لأجي واتا لغة حاجر تيسك نادرة لكن نحو أهان لشيء لغة أكلوني البراغيث بلو يقن نما كان لغة أكلوني البراغيث لقارو حيدا رياض ضيبة رياض ضي نما كليه عربتي رياض ضي عدي بن حاتم الضاي عدو كسو جيد وارو حيدا مايا أزدي شنوء يا حيد أزدي شنوء وقبيل دي جري يمن أزدي شنوء من اليمن أهرو يمن أزدي شنوء مرقى كواسا وحيكر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه وبعد وحميم حديثك أموذ القرآن إنه حديثك أموذ القرآن إنه كجري أبي جمرها البخاري مختصر البخاري أبي جمرها تجريد السريع يا بخاري قوين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حقيقة لكيما يتعاقبون فعلك ملائكة فعل كينه وهو جمع مع الله حليس مركة اللغة فصحى معها لقي جواب وهو غاس طيب طيب وواجب وحواجب في الفعل فعل كدحيس أن يجرد إن لقد أرتر علامة التثنية وعلامة الجمع إن لقد أرتر لقد قوي إذا قرتي أسند الله تيري فعل كل جمع جمع أو مثنى مثنى الله تيري فقل وحدا أتى وحيمي الزيدان لبدي زيد إيه والزيدون الزيد يالك كجاء كأولك مفردك فقل وحدا أتى وحيمي الزيدان لبدي زيد إيه والزيدون الزيد يالك كجاء وحيمي زيد زيد ويجيء وحايمان دون أخونا ولالكان وقسموه ظاهرا ومضمرا فظاهر اللفظ الذي قد ذكر وقسموا النحا نحو لي ويقيبين بادي ووجمع وقسموا نحو لي ويقيبين هو فاعلك ظاهرا إلى ظاهر ظاهرية ومضمرا ضمير ويقيبين فالظاهر وقسموا نحو لي ويقيبين هو فاعلك
وقسمون حولي وحيوق بينه فاعل كي ظاهرا إلى ظاهر ظاهرا توحيرا وحلبون نسبي وحل النزع الخافض منصوب بالنزع الخافض سلادة وبنت عدي كوي مات منصوب بالنزع الخافض وحلقة وضع وحكر لغان حدا لكن وهوص لغنا حرف كي هوص لغي باني لغي منصوب وحلبون نسبي بالنزع الخافض كي هوص لغي لها بأن السيبي قيل لسيب مصير نولانا وجرده اللوبي مركز ظاهرا تن إلى ظاهر بيحد أصلا إلى ظاهر وقسم ويقيمي النحولي هو فاعل كي ظاهرا ظاهر يوم مضمرا ظاهرنا وحالة ما لا يحتاج إلى قرين وح قرين أعوابا مضمرا وحوبا يا قرينة التكلم والخدا والغيبة فالظاهر ظاهر كي اللفظ اللفظي وي الذي اللفظي أسوق قد ذكر الله شيئا كي حد الله صور شيئا ظاهر أتى زيدان وزيدون كجاء زيد ويجي أخونا وظاهر قواس فالظاهر ظاهر كي اللفظ اللفظي وي الذي اللفظي أسوق قد ذكر الله شيئا وقسموا نحو لي وحيو قيبيا وآية وقسم النحو لي وحيو قيبيا هو فاعل كي ظاهرا إلى ظاهر إلى سوى قدر ظاهرا إلى ظاهر من ظاهر ومضمرا إلى مضمر من ضمير فالظاهر ظاهر كي اللفظ لفظي فالظاهر ظاهر كي اللفظ لفظي الذي لفظي قاسو قد ذكر الله شيء هدده آنفا وجاء زيد يجي أخونا يأتى زيدان وزيدون وقسم نحو لي ويقيبيا هو فاعل كي ظاهرا إلى ظاهر بيقيبيا من ظاهر يوم مضمرا من ضمير ضمير هنا ضمير سيدي سبع والله بيو طبان اثنى عشر وي لبيو طبان كا والله بوا متكلم شان مخادم شان غاي حكم الضمير الضمائر كلها مبنية دي إلي عركت وقسم نحو لي ويقيبيا هو فاعل كي ظاهرا ظاهر يوم مضمرا ضمير بيقيبيا فالظاهر ظاهر كي فظاهرا ويدي يعني فظاهرا فظاهر وي فصيع ظاهر ومبتدا قد قد فالظاهر ظاهر كي اللفظ لفظي الذي لفظي اسوق قد ذكر الله شيء والمضمر ضمير كي اثنى عشر لبية طبعا نوعا من نوع النوع وقسم له قيبي والمضمر ضمير كي اثنى عشر لبية طبعا نوعا من نوع وتمييز بعد العدد كايس كجرات والمضمر ضمير كي اثنى عشر لبية طبعا نوعا من نوع النوع هي قسم له قيبي والمضمر ضمير كي اثنى عشر لبية طبعا وهي نوع من نوع النوع في الهد لبية طبعا كان نوع حوفة من سيداس كلمات كيسا لبية طبعا حاجة أنواع له وعن صدح لبا متكلم وصمنا شان مخادر وشان غائب لبية طبعا كان امثلة دي ساعة ضمير سيدي سبا اما حالة الرفعة هجو اما حالة النصب اما حالة الجر وعن لبية طبعا لبا متكلم شان مخادر وشان غائب والمضمر ضمير كي اثنى عشر لبية طبعا وهي نوع من نوع نوع قسم لو غيبي والمضمر ضمير كي اثنى عشر لبية طبعا نوع من نوع 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 قسم لو غيبي وذلك لبية طبعا كي واكفير والله متكلم شان مخاد وشان غائب وحكم الضمائر مبنية إلي عركتي وإلي عركتي وحلق السوري من كقمت أنا إستاي قمنا أنك إستاي قمت أني هذا إستاي قمت قبل هذا إستاي قمت مع المدينة أنا إستاي قمت النهوين كنا إستاي قمت نج قمت مرجين أنا إستاي قام أنك مغنبا إستاي قامت هويني مغنبا إستاي قامت كقمت أنا إستاق قمنا أنك إستاق قمت هذا إستاق قمت هذا قبل هذا إستاق قمت النهوين كنا لا إستاق قمت مرقينا ماذا ما إستاق قابوا إستاق قابا كيما غراوي قاما كيما غرابا إستاق قامت قبل دي مغني قامت هي
قام الله بدي مغر الله بدا للمثنى مطلقا بلا اما الله بن هان نقول اما الله هوين لا فرق قاموا رجي مغنا بايز ده وقمنا هوين كي مغنا بايز ده نحو قولك صمتم وصمتين عاما سنة قمت فعل وفاعل حد الفعل قم مبني على السكون الاتزال بضمير رفع المتعارف وتاو فاعل قم مبني على الضمير في محل رفع قمنا فعل وفاعل حد الفعل قم مبني على السكون الاتزال بضمير رفع المتعارف وتاو فاعل ونا فاعل مبني على السكون في محل رفع صمتم عاما صمتم فعل وفاعل حد الفعل و كقمت انا استقمنا انك استن قمتني وذا است قمتم مركا قمتم وضمير من الجمع قمتم فعل وفاعل حد الفعل قم مبني على السكون للاتصال بضمير رفع المتعارف وتاو فاعل قم مبني على الضمير في محل رفع والميم علامه جمع الذكر صمتم فعل وفاعل حد الفعل صم مبني على السكون للاتصال بضمير رفع المتعارف وتاو فاعل صم مبني على الضمير في محل رفع والميم علامه جمع الذكر عاما من عام هذا من اسكسو قدر التمييز بالكديس والمضمر ضمير كي 12 لبيه تووي نوعا من نوع نوعيا قسم لو قبيه كقمت انا استاغي وقمنا انك استاغي قمتني هذا استاغي قمت قبل هذا استاغي قمت ما لبدينا لا استاغي قمت نهوين كنا بلا با استاغي قمت مرغي بندا با استاغي قام كي مغرب استاغي قام هو قامت قبدي مغرب با استاغي هي قام لبدي مغرب قاموا رغي بندا مغرب قمنا وقمنا هوين كبدنا مغرب وذلك النحو صمتم صمتين عاما سر وهذه تري ضمائر 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 تويك وللضرورة إنما ما لا ينصرف المفت ضمائر بضمائر بات ما لا ينصرف كده أيه بضمائر ما يدي مسبب بضمائر يا سو ما لا يصرف ما هكذا صيغة مترجمة وزن كه مفاعل ومساجد وكل هاي وضرورة شعر مالك اسكاجر تاس اسكاجر اسكاجر وهذه تري ضمائر وقمت لقصب بالله إلى قمنا وهذه تاني ضمائر ضمائر وهي متصلة لحين بعاملها أما بعواملها مركز ذلك جمع نساء عوامش ومثلها وحالة من الضمائر ضمائر تي المنفصلة كسوانا على عواملها فين هذا ضميرك أرت الضمير ولا مضمر هو اللي ولا بيض طبعا انت وككو منها ضمير سيسا ولا بيض طبعا طبيعي طبعا كاستدح باللوقي ويا لوان متكلم شان مخاطب شان غاي لوان متكلم شان مخاطب شان غاي حكم كضمير وإل إي أركتي ماشي لو أركو والضمائر كلها مبنية بدون استثناء ضمائر هو مبنية واحد لقى سورة يا مجد واحد لقى سورة إل إي أركتي ماشي الكوارت أمرك فاعل مية وحد دونان مفعول مية مبني فاعل مبني مبتدئ مبني ضمير بميه مبني 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 انت هذا نمر كلام غير متصل يا منفصل باللغه متصل بعامله كعامل كسلا وقمت فعل كما حال حدا ضمير تاء ها قاموا فعل كما حال حدا ضمير اه واو الجماع فيرمر ضمير كان متصل محل وقرت هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا هذا الغما بلا بنك إلا أنا كمان تبدلك قمت روح ليه كرم يا جرة تقمت تأذي رور مسلم لقاينا ما هو الله يابا أبو حاتي قم يا تأذى إلا ديو قم إلا تو وواحد سوربين مركب متصل وحاله لا يبتدأ به الكلام لا يفتتح به النطق لوق لغم فرقت ولا يقع بعد إلا اختيارا بقارك القدرة
إلا كدي من مدعو اختيار خيارها منفصل باصوها لبدي كان له دي ولي منفصل هو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا إياك نعبد سقه الرياب إلا قرانك قررس إلا إياه ما قررس وما وكان سورة يوسف أمر ألا تعبدوا إلا إياه إلا أنا وكذا ودعي مرة وألوغو بلو إياك نعبدوا بل سمار وهذه تاني الضمائر الضمائر وهي متصلة لحين عامل كذا متصلة وحال لا يبتدو به الكلام ولا يقع بعد إلا ومثلها وحال لمد الضمائر الضمائر تي المنفصلة عامل كذا كسعني وذلك هذا وحال مثالنا ها كوي منفصل كام منفصل محاد كنت غان إن السنة اللقوة باللوض ها أنا مؤمن بات أنا مؤمن هي إيضها وحاوي مقرئة قبلها وكارية بات منفصل وبعد إلا نقول أعوان اللقوة باللوض وذلك كلام يقوم ما يستاقن إلا أنا أنا قوم با يستاقن أنا محاك ورمثي إلا دقوه إساقكم باللوم أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مجتهد و أو أنتم من كلام يقوم ما يستاقن إلا أنا أنا مؤمن أو أنتم من كمؤمن مركا فين هذا كلام يقوم مركع اللام حرف النفي وجزم وقلم واختصاص من المضارع يقوم فعل المضارع مجزوم باللام وعلامة جزمها السكون إلا أذات حصر النوالة وحورد ملغات أنا وفاعل يقمت أنا ضلفت أنا فاعل يقوم مبني على السكون في محل رفع كلام يقوم ما يستاهل إلا أنا أنكم با يستاهل إلا أنا أنكم موين عند كلام ما يستاهل أو أنتم منك موين لا مثال بكوشة منفصل كان الله بيطوم بلا سين الله متكلم شان مخاطب شان غاي وغير ذين لبدان غير كود وغير ذين لبدان غير كود لبدان وحانا هين يعلم والأغان بالقياس قياس بالأغان كويكا كقياس قادوك لم يقم إلا أنا لم يقم إلا نحن لم يقم إلا أنت لم يقم إلا أنت لم يقم إلا أنتما لم يقم إلا أنتن لم يقم إلا هو لم يقم إلا هي لم يقم إلا هما لم يقم إلا هم لم يقم إلا هن صو مارك مرض ضمير كم حاله قبي في رهد كو ورت الضمير كدور قاعد ولا وحدي ضمير أما مضمر وعسكم إذا كو وحدي والله بيطبع لمبر أحام لبيه طبعاً كأصدح والله قيبين لوا متكلم إثنان المتكلم أنا يا نحو أما ضربت يا ضربنا وخمسة للمخاطب شن إلا له الله ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن وخمسة للغائب ضد مكان الله وحرم ضرب هو ذي وقرصان ضربت هي ذي وقرصان ضربا لوا مكان ضربوا ضرب أهرين تصدح حكم الضمائر والضمائر كلها مبنية صواب هاي الضمائر مبنية النقض حرف بيشبه الحرف لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا أوليه ضمائر غالبا فيه ضمائر أما وهل حرف يكوى الأركاء أما الله يكوى الحرف قمت حرف اللي ما يسير لكن هل أصمى هل حرفنا محالها بزيد باكله وعمل فساد ضمير لا لا قوة قمنا ناسوي نا كشبه الوضعي في اسمي جئتنا جئتنا لبضع اسمي وكجر جئت وفعلك نا من وجئت وانوك كله وهل نارة كي لبضع كقومنا مركز سيدة هذا وح مبني حداد أرتو وح مبني واللي شبه من الحروف حرف مشبه اسمي مبني أدارك محو شبهي حرف شبهها سائل أفر لوقيمية شبهها الضمير كلكم وهلنا كشبه الوضعي سيدو أدقين حرف حرف لبا حرف حرف هالحرف ضمير هالحرف
حرف لوا حرف في عن شو ما قر في من يا ضمير لوا حرف وضرب نا ذا سكر نا حرف صدح يا ضمير صدح وادقر كشبه الوضعي في اسمه جئتنا كلام يقوم ما يستعين إلا أنا أنا قوم با يستعين أو أنتم إذك وغير ذين لبدا غير كود يعلم والأغاني بالقياس قياس بالأغاني وغير ذين لبدا غير كود لبان كوشيغ وحوكي وغير ذين لبدا غير كود يعلم والأغاني بالقياس قياس وقس على ذلك قياس قادوكي ماركا ضمائر تمر محانو قيب إنه متصل يا منفصل مرة مستطر يا بارز بالوقي مستطر بارز مال دير هجان مستطر يا بارز بارز وحالة ما له صورة في اللفظ ووحلونا وقمت تادي ضم مقطع مسمى مقطع قمنا ناظم مقطع كان ضمير بارز بالا بنان أولا ضمير مستطر مستطر كاسا ولي من الله أسيق وجوب الاستتار هي جواز الاستتار إن واجبنا ما الله قرنا إن جوازنا ما الله قرنا مالك لها جانا قمتن قمتم قام فاعل كاو قام هو سو ما قرصو ضمير مستتر بالله ضمير بارز نواكو يكون مغسما مستتر كالباسيا مستتر وجوبا مستتر جوازا مستتر وجوبا قار سديد بي كدغ علماء قار قار وحي كدغان طبعا مركب بيت بالو جمعين جيره وحا وسطر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسمهما وفعل الاستثناء والتعجب وافعل تفضيل صبرا تصيب ضمير الأسطوري هدارة وانتس والكلمة فعل وأمر وهل للأمر قم استاكبر هذا عبدولي قم استاكبر أو فعل وفعل ضمير مستتر وجوبا هبك شكل وجوبا تقديره أنت بأمر حتم ودون يا مضارع حروف أنيت ما قه حروف أنيت حروف المضارع اللي قبل لا يجري ما قه أفر سماه يا ذكر ما قه صاح صدح ذكر ضميرك هو واجب همزة ذي قبله أقوم أنا استاج أنا ماشي من القرة وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنيت نوك نقوم أنك استاج نحن مقرات و تقوم هذا استاج أنت ودون يا مضارع من فعل كي مضارع يا انكسر ريب صدق ذلك وجوب ما يقع هلك كويس فعل أمر للمذكر الواحد هل روح والله بعض أمرتي إيه حروف أنيت وحد كربتها يا كرب صدق ذلك صدق ذلك فعل كي أمر يسوق ما يقع يا أمر زوما واسميهما فعل أمر إيه فعل مضارع اسم فعل امر وحل هي اسم فعل مضارع وغير هول دايره اسم فعل امر وحال ليراهذا وح فعل امر ضوئك فعل امر انا مره اسم فعل سه امس مه فعل مضارع اسم فعل مضارع وعكمد افني ما قرا مره لبدوده اسم ودون يا مضارع واسم وفعل الاستثناء خلاء عداء حشاس مقرس مرة حروف الجر بها مرة أفعال مرة أفعال شيهين فاعلك ذو وجوب خلا فعل ماضي مرة ذو فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو ما له الله والله ما وتعجبي ما أفعل به أسمع بهم وأبصر وكر يا ما أفعل وأفعل التفضيل صبرا ومستر مرة ذو طبعا كأس وحين تاك سؤال جواز الاستتار بعد وهذه تاني ضمائر ضمائر متصلة لا حليل بعاملها ومثلها وحالها من الضمائر ضمائر تام منفصلة كسؤال عن عاملها كلام يقوم ما يستاق إلا أنا أني مهين عندك لو استاقت مال إلا أنا ضوى إلا ضاصة وكهر مرتو إلا هذا كهر مرتو ومنفصل قرت أو أنتم إذنك مهين عندك لو استاقت مال وغير ذين لبدا وحانا هين لبا مثال بانكوشي وحوكي وغير ذين لبدا وحانا هين ومفصل كنوعية دي سيكلا يعلم والأغاني بالقياس قياس والأغاني باب النائف فاعل والله سبحانه وتعالى أعلم معكم الله التوفيق سبحانه